بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة، وسبيل الحق بينهما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسبيل الحق بينهما، أي بين المرجئة والخوارج، بين المتشددة في الوعيد والمتساهلة في العذاب والوعد، بينهما هو الحق. فمذهب أهل السنة وسط بين الطائفتين، لا يغلبون واحدا على الآخر، لأن من غلب الوعيد هلك أيس من رحمة الله، ومن غلب الرجاء هلك لأنه يأمن مكر الله جل وعلا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقد جاء الوعيد الشديد لمن تساهل في أمر الله أو تشدد فيه غير المعقول والمناسب. سبيل الحق بينهما، يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بين الخوف والرجاء. الخوف غلو في الوعيد، والرجاء غلو في الأمن من مكر الله. وسبيل الحق بينهما، يعني طريقة أهل السنة والجماعة بينهما، لا ينفونهما ولا يأخذون بهما أو بأحد منهما، وإنما يأخذون بالاثنين معا، الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن أمن مكر الله فقد خسر، ومن شدد على نفسه وخاف العذاب فقط وجعل العذاب الله نصب عينيه خسر، وإنما يكون المسلم بين بين. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: ينبغي أن يكون في حال الصحة جانب الخوف أشد عنده، وفي حالة المرض يجب عليه أن يكون جانب الرجاء أقوى عنده، لأنه في حال المرض لا يستطيع أن يعمل، فيخشى أن ييأس من رحمة الله، وفي جانب الصحة يستطيع العمل، فإذا لم يعمل يخشى أن يأمن مكر الله. والأمن من مكر الله هذا شديد عذابه، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والوعيد الشديد على نفسه يجعله ييأس من رحمة الله، فاليأس من رحمة الله لا يجوز. نعم. الصراط المستقيم بين الأمن واليأس، فالواجب على العبد أن يكون خائفا راجيا، فالرجاء من مقامات الدين ومما أثنى الله به على المؤمنين: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال سبحانه وتعالى: رحمته
يسألون الله جل وعلا العفو والعافية ويرجون رحمة الله ولا يصيبهم اليأس والقنوط. نعم. وقال سبحانه وتعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. رجاء وخوف، هذا حق المؤمن، يكون المؤمن بين الرجاء وبين الخوف. نعم. والخوف من مقامات الدين، والله أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه ويرجونه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال سبحانه وتعالى: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أن يجمع المسلم بين الخوف والرجاء. فهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام، فلا أمن ولا يأس. والأمور المقتضية فلا أمن ولا يأس، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله. نعم. والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فالرسل وأتباعهم يعبدون ربهم حبا له تعالى ورجاء لرحمته وفضله وثوابه وخوفا من سخطه وعقابه. المقتضي للعمل ثلاثة أمور: الحب لله جل وعلا، والمخافة من عذابه جل وعلا، والرجاء لرحمته جل وعلا. المحبة والرجاء والخوف. نعم. والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فالرسل وأتباعهم يعبدون ربهم حبا له تعالى ورجاء لرحمته وفضله وثوابه وخوفا من سخطه وعقابه، فيعبدونه بكل هذه الأحوال والمقامات. أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط كجهلة الصوفية وغلاتهم، ويستخفون بمقام الرجاء والخوف. ومنهم من يعبده بالرجاء كالمرجئة، ومنهم من يعبده بالمبالغة في الخوف كالخوارج. ولهذا قال بعض أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من كانت عبادته لربه فقط بالحب لا يخاف ولا يرجو، فهذا ضد طريق الرسل. فالله ذكر أسماءه وصفاته المقتضية للرجاء والخوف، وأثنى على رسله بالرجاء والخوف. فالحب وحده لله جل وعلا يكون زندقة، يكون ما له أصل ولا أساس، يعبد الله من أجله، يعبد الله يقول محبة منه، محبة له، لا خوفا منه ولا رجاء، ما أريد شيء، إنما أعبده أحبه. طيب لما تعبده؟ ألس تعبده خوفا من عذابه؟ ألس تعبده رجاء لرحمته؟ قل لا، ما يهمني العذاب، لو يجعلني في النار مئات وآلاف السنين وأنا أحبه فما يضيرني ذلك، ولا يزداد صفتي إلا زيادة حب لله جل وعلا. هذه زندقة، يعني خروج من الدين، لا دين له. أما الذي يعبده بالخوف فقط فكذلك هو من الخوارج الذين ليس عندهم إلا التخويف وخوف العذاب، وإذا رأوا المرأة عمل سيئا قالوا هذا خارج من محيط الإسلام، هذا خالد مخلد في النار. لما يا أخي؟ أين رحمة الله؟ يقول رحمة الله إلى ما في رحمة. أما أنه يتق الله اتقاء كاملا ولا يكون من أهل النار.
والمرجئة يعبدونه رجاءً لثوابه، يرجون رحمة الله فقط ولا يخافون من عقاب يكون أبداً. أنا آمن من عقاب الله، لا يعذبون الله أبداً. وكلاهما ضلال، الخوف وحده والحب وحده والرجاء وحده لا ينفع. وإنما الحسن، العمل الحسن هو عمل السلف الصالح، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله ويحبون الله جل وعلا حبا شديدا. هذا الإمام مكحول رحمه الله، والذي يقول: من عبد الله محبة تزندق، ومن عبد الله رجاء كان مرجئ، ومن عبد الله خوفا كان من الخوارج، وسبيل الله بينهما سبيل الحق. وهذا مكحول رحمه الله من أئمة التابعين، من التابعين الذين أخذوا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهو أدرك الصحابة رضي الله عنه، وكان غلاما لامرأة من هذيل أو لسعيد بن العاص، فاعتقه أو أعطاه لامرأة من هذيل، واعتقته هذه الهذلية، فتفرغ لطلب العلم رحمه الله. قال: ما تركت بلدا ولا قطرا في العالم إلا وصلته لأرهل من علمه. فكان في مصر رقيقا في مصر، فعتق فأخذ علماء من علماء مصر ما عندهم، ثم ذهب إلى العراق وأخذ ما عندهم، ثم ذهب إلى المدينة وأخذ ما عندهم، ثم عاد إلى الشام رحمه الله ونخلها نخلا، يعني أخذ كل ما فيها من العلم، وصار هو المرجع في الإفتاء في زمنه رحمه الله. وكان مكحول نوبي على ما قيل، نوبي ما يستطيع أن ينطق بالكاف، يقول قل قل، إذا أرادك أن تقول كل قال كل كل قل قل، نوبي، لكنه شرفه الله بالعلم. فكان قرينا لسعيد بن المسيب رحمه الله. نعم. وحروري أي من الخوارج، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، لأن هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام، لا أمن ولا يأس، بل خوف ورجاء. فالخوف يعدل الرجاء والرجاء يعدل الخوف. فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، فيرجو ويخاف. وفي الأثر: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. ولذا قيل: الخوف من الله جل وعلا إذا كان عن اعتقاد، يأس من رحمة الله، يحلف مثلا يقول: والله لا يرحمني ربي، أنا ما أستحق شيئا من الرحمة، ولا كذا ولا كذا. هذا إذا كان عن اعتقاد فهو هالك، وإذا كان خوفا من الله جبلي، خوفا من الله جل وعلا، خوفا من عذاب الله جل وعلا، لا عن اعتقاد، وإنما لجهل بحق نفسه، الجهل حمله على هذا، فهذا يرجى له الخير، كالرجل الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم ذروني في كل فج وكل مكان، لا ترموني في البحر ولا في البر، بل ذروا جسمي، بقية جسمي، دخان جسمي وإحراق جسمي، ارموني في البحر والبر وفي كل مكان، فوالله لأن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين، لأنه صاحب مسرف على نفسه بالمعاصي. ففعل ذريته به من بعده ما حسب موصيته، أحرقوه حتى ما بقي إلا الرماد
ذروا بعضه في البحر وذروا بعضه في البر وبعضه في كل مكان وزعوه. فقال الله جل وعلا فلما أنت قال الله جل وعلا للبر اجمع ما عندك وقال الله للبحر اجمع ما عندك فاجتمع ما عنده وغذاه وواقف بين يدي ربه جل وعلا إذا هو واقف يعني أقادر الله جل وعلا عليه قدير الله عليه قادر. قال ما حملك على هذا لما قلت لأولادك كذا؟ قال يا ربي مخافتك مخافتك. فالخوف ذا خوف عارض حصل له من جراء ظنه أن الله سيعذبه لأنه يستحق العذاب. فقال الله جل وعلا غفرت لك ذلك بمخافتك مني. فحمله هذا الخوف إلى أن غفر الله له جل وعلا. فحري بنا أيها الإخوة أن يكون عند كل إنسان منا خوف ورجاء يعبد الله لأنه يحب الله جل وعلا من كل قلبه، يعبد الله جل وعلا لأنه يخافه على ذنبه، يعبد الله جل وعلا لأنه يرجو رحمته. وهكذا المسلم يكون محبا لله خائفا من عذاب الله راجيا لرحمة الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يغلب جانبي الخوف على جانب الرجاء أو جانب الرجاء على جانب الخوف، إلا كما ذكرت لكم سابقا أن بعض أهل العلم فرق بين حال الصحة والمرض. قال ينبغي له في حال المرض أن يغلب جانب الرحمة لأنه يرجو رحمة الله ولا يستطيع أن يعمل، وفي حال القوة والقدرة يغلب جانب الخوف حتى يحمله خوفه هذا على كثرة العمل والجد والاجتهاد في العمل الصالح هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جويكا من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد، وأن يجعلنا ممن يعبده محبة له وخوفا منه ورجاء لرحمته. يقول السائل ورد حديث يقطع صلاة الرجل وذكر المرأة، فهل كل النساء أم أن المحارم يخرجن من هذا الحديث؟ المراد في هذا الحديث جميع النساء سواء كنا محارم أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمر بن أبي سلمة أن يمر بين يديه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر ورجع، وأرادت ابن أخته أخت بنت أبي سلمة زينب أن تمر فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلم تبالي ومرت. فقال عليه الصلاة والسلام هن أغلب، يعني النساء عندهن عزيمة وغلبة ما تضاهي عزيمة الرجل. وذلك أن المرأة إذا مرت بين يدي الرجل تشغله، قد ينظر إلى شيء من محاسنها فتشغله عن صلاته. يقول السائل عندنا في مسجدنا مركز لتحفيظ القرآن الكريم وهو داخل سور المسجد، ولكن في مبنى مستقل عن المسجد، هل يلزم صلاة ركعتين إذا دخلت للمركز قبل المسجد؟ إذا كانت هذه الغرفة داخل المسجد وبابها داخل المسجد فتعتبر جزء من المسجد، فإذا دخلها المرء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا صلى فيها ركعتين فتكفي عن تحية المسجد إذا دخل داخل المسجد. أما إذا كانت منفصلة عن المسجد فلا يلزم صلاة ركعتين لها، ولا ويلزم من دخل منها إلى المسجد أن يصلي ركعتين. يقول السائل هل يصح صيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لا يجوز لمن عليه بقية من رمضان أن يصوم الست، لأنه لا يجوز له أن يبدأ بها قبل بقية رمضان، فإن أكملها وأراد صيام الست فحسن، لكن لا يسوغ له أن يصوم النفل وعليه فرض. بعض العلماء رحمهم الله أجازوا ذلك وقالوا وقت الفرض موسع، والنافلة الست من شوال محدودة في شوال، فلا يلزم أن يبدأ برمضان، بل عليه أن يبدأ بالست من شوال، وإذا انتهى منها بدأ في رمضان، فهذا لا بأس به. والظاهر والله أعلم جواز ذلك، لأنه يجوز للمسلم أن يبدأ بالنافلة قبل الفريضة، مثلا إذا دخل لصلاة الظهر يجب عليه أن يصلي الظهر، لكن هل يلزم أن يقدمها على الراتبة أم يقدم الراتبة؟ لا بأس عليه إن قدمها على الراتبة أو أخرها. يقول السائل: هل يجوز لطالبة العلم أن تحمل المصحف أثناء الحيض، علما أنها تدرس في أحكام القرآن في المسجد؟ حمل المصحف لا يضرها إذا حملته بالبقشة أو في الحقيبة أو نحو ذلك، وإنما لا تمس أوراقه بدون حائل. أما إذا لبست القفاز أو القفازين فلها أن تقلب صفحات المصحف بيديها. يقول السائل: إخوتي أصلهم يقطعونني، وعندما أصلهم يشتمونني، بماذا تنصحني؟ أنصحك بمواصلة البر والصلة، ولا تقصر عليهم فيما تستطيعه أنت، فإن كافأوك بالإحسان فبها، وهذا الواجب على كل مسلم. أما إذا كافأوك بالإساءة فعليك أن تتحمل إساءتهم لتكون أنت المأجور وهم الآثمون في ذلك. يقول السائل: يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل هذه الآية تشمل المشرك والكافر؟ لا يا أخي، لا تشمله، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المشرك والكافر فهو مجزوم له بالوعيد، إما على كفره وشركه مجزوم له بالنار والعياذ بالله. أما إذا أتاب وأناب إلى الله فالتوبة تجب ما كان قبلها. يقول السائل: من احتلم في نهار رمضان وأحس بخروجه فهل يؤثر ذلك؟ إذا أخرج بقية المني مستيقظا هل يؤثر على صيامه؟ إذا خرج المني بدون معالجة من الرجل فلا بأس بذلك، أما إذا كان نتيجة معالجة أو تحريك لذكره أو مسه أو نحو ذلك فلا يجوز للمرء فعل ذلك. يقول السائل: أشعر أحيانا بحرقان في الذكر بعد الوضوء أو غيره، وهذا يسبب لي شكا، فلا أدري أيجب علي إعادة الوضوء أم لا، وقد لا أستطيع التأكد أحيانا. أخي لا تشك بالوضوء ما دمت توضأت وأيقنت بأنك أديت الوضوء كما أمرت، فلا عليك ولا ينتقض وضوءك إلا إذا أدركت أنه خرج منك شيء، بول أو ماء أو ريح أو غائط أو غير ذلك. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ؟ أنصحه بأن يقرأ الكتب التي تناسبه التي هي سهلة، مثل الأصول الثلاثة في العقيدة والتوحيد، وبعدها يترقى إلى كتاب التوحيد، وفي الفقه يقرأ شروط الصلاة
ثم يترقى منها إلى كتاب المقنع، كتاب المختصر المقنع الذي هو زاد المستقنع. وهكذا وفي التوحيد وفي العقيدة وفي التوحيد وفي الفقه يقرأ ما تيسر، وفي البلاغة والنحو يقرأ الكتب المبتدئة، وعليه ينظر في كتب الدراسة، فالدراسة ناتجة عن دراسة المختصين قرروا للأولى والثانية من كتب الفقه كذا، والثالثة والرابعة من كتب كذا، وهكذا ينبغي له أن يقرأ في الكتب الدراسية حتى يتدرج تدرجا حسنا. يقول السائل: أنا في مكة المكرمة مدة سنة كاملة، السؤال: هل أعتبر من حاضر المسجد الحرام أم لا؟ وكم المدة التي يعتبر قاضيها من أهل مكة؟ لا، جلست في مكة سنة كاملة، فالظاهر والله أعلم أنك تعتبر من ساكن المسجد الحرام، من المقيمين في المسجد الحرام الذي لا تلزمهم فدية هدي التمتع والقران. وإذا غادرت مكة انتهت هذه الوظيفة منك. يقول السائل: هل يجوز شراء إقامة من أجل طلب العلم؟ الغاية تبرر الوسيلة، ما كانت الغاية حسنة والقصد طلب العلم، فالغاية الوسيلة التي توصل إليها مشروعة إن شاء الله. يقول السائل: من هم الأرحام الذي يوصي الله عز وجل بزيارتهم؟ الأرحام أقارب الوالد وأقارب الوالدة، كل بحسبه. أقارب الوالد الغني منهم تكفيه الزيارة والسلام، والفقير يحتاج إلى مواساة، وصاحب الحاجة يحتاج أن تعينه إلى حاجته، وهكذا. وأما النساء فلا يجوز الاتصال بهن إلا إذا أمنت الفتنة، كان يكن كبيرات ومأمونة الفتنة بسببهن، وأما إذا كن صغيرات فلا ينبغي للرجل أن يصلهن بنفسه، وإنما يرسل لهن ما عنده وما يستطيعه. يقول السائل: هل صحيح أن المرأة إذا بلغت 60 سنة جاز لها أن تعتمر بدون محرم؟ لا يجوز للمرأة وإن بلغت 60 أن تسافر بدون محرم، لكن كلام العلماء رحمهم الله بعضهم يجيز أن تسافر مع نفقة مأمونة من النساء، يعني لا تسافر وحدها، لأنها قد يهم بها من لا يؤمن عليها، بخلاف إذا كانت مع مجموعة نساء أمينات صادقات يعملن المعروف ويجتنبن المنكر، فمحافظتهن عليها مأمونة إن شاء الله. يقول السائل: ما هو السبيل لتحقيق الإخلاص؟ أولا سؤال الله جل وعلا، أن يسأله سبحانه أن يوفقه للإخلاص بالقول والعمل. ثانيا اجتناب مراءاة الناس، يكون لا يهتم للناس في أمر دينه، ويعمل الطاعة لله جل وعلا. يقول السائل: هل يجوز توكيل المرأة في أمور الدنيا؟ نعم يجوز، ولما لا يجوز؟ يجوز أن توكلها في البيع والشراء والمعاملة وأي شيء من أمور الدنيا، يجوز ذلك. يقول السائل: رجل يسكن في مكة منذ 4 أشهر وعمل عمرة في شوال وهو يريد الحج، فهل يجب عليه هدي التمتع؟ إذا كان لا ينوي مغادرة مكة بعد الحج، ينوي الإقامة، فهو يعتبر من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان ينتظر انتهاء الحج ليسافر، فهذا ليس من أهله حاضر المسجد الحرام. يقول السائل: هل من يطوف طواف التطوع أن يرمل ويقول
فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الرمل لا يشرع إلا للقادم إلى مكة في أول قدوم يقدم به يطوف هذا الطواف يرمل، سواء كان هذا الطواف طواف حج أو طواف عمرة أو طواف تطوع أو طواف مباح يعني مستحب، فلا يجوز له الرمل إلا فيما إذا كان أول مرة يقدم إلى مكة في هذا الطواف فيستحب له أن يرمل. أما إذا كان قد رمل في أول الأمر فلا يستحب له أن يرمل ثانية. وأما قول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فهذه قول إشارة، قول وإشارة لا بأس أن يقولها سواء كان أول طواف أو غيره. يقول السائل: هل يجوز لمن ابتدأ صيام يوم قضاء من رمضان أن يفطر إذا شق عليه الصيام؟ إذا شق عليه الصيام له أن يفطر، وأما إذا لم يشق عليه الصيام فلا يجوز له أن يفطر، لأن من دخل في قضاء موسع فعليه أن يتمه، وبالخيار متى ما صام وبالخيار، لكن إذا صام نوى الصيام في هذا اليوم فيلزمه أن يتم الصيام إلا في حال المشقة. يقول السائل: صلاة الجنازة إذا فات التكبيرة أو تكبيرتين ماذا عليه؟ إذا فات أو تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة فهو بالخيار، إن شاء إذا دخل مع الإمام أن يبدأ صلاة الجنازة من أولها يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا، وإن شاء بدأ بالذكر الذي فيه الإمام، ثم إذا سلم الإمام إن كان بدأ الصلاة من أولها فإنه يكمل صلاته على صفتها المعروفة، أما إذا بدأ بالذكر الذي فيه الإمام فإنه إذا سلم الإمام يأتي بما فاته. إيضاح هذا: رجل دخل والإمام يقول اللهم صل على محمد يعني بعد التكبيرة الثانية، فله أن يقول مثل الإمام اللهم صل على محمد ويستمر معه، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة، وإن بدأ بالفاتحة فله أن يستمر بالصلاة حتى ينتهي الإمام، فينتهى كمل ما بقي عليه. يقول السائل: إباحة ضرب الدف في العيد ما مدتها؟ الدف الذي يكون في العيد دف البنات الصغيرات يعني ما فيه طرب ولا فيه تلحين هذا لا بأس به، أما إذا كان مما يحرك الشهوة ويذكيها فلا ينبغي مثل ذلك. يقول السائل: قال تعالى: وهو الذي خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ما هن الظلمات الثلاث؟ قال بعض العلماء: ظلمات الثلاث هي ظلمة الليل وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، الغلاف الذي فيه الجنين والذي يركز ويصور المرأة كما أراد سبحانه في هذه الظلمات الثلاث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.